نسألك اللهم أن لك الحمد يا أحد السمى الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم تقبل هذه الصدقة صدقة الجارية لعبدك محمد نقاش اللهم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزلهم واسر مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نور قبرهما اللهم اسر قبرهما اللهم انزل الضياء والنور والسعادة في قبورهما اللهم اجعلهم من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا أرحم الراحمين اسقيه من أنهار الجنة من لبن لم يتغير طعم ومن ماء غير آس ومن عسل مصفى يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا لقوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا لقوم الحاسدين يا قوي يا عزيز ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.